يقول: ما هو أثر المعاصي على القلب وبماذا تنصح مريض القلب؟ يعني أثر المعاصي على القلب تمرضه وقد تقتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فالقصد أن هذه المعاصي تمرض القلوب وتتعبها، وإذا زادت قتلتها والعياذ بالله، حتى يصير القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلبا أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فالقصد أن الذنوب تميت القلوب، ولذلك قال الشاعر: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فالأصل أن الإنسان يعني يبتعد عن هذه المعاصي لأنها تؤثر في القلب تمرضه، وإذا زاد هذا المرض أدى إلى الموت والعياذ بالله، وإذا مات القلب هلك الإنسان دنيا وآخرة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أما ماذا ننصح مريض القلب؟ أن يعالج مثل مريض البدن. مريض البدن شو ننصحونه فيه؟ أن يعالج. كذلك مريض القلب أن يعالج. وأعظم علاج للقلب القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالقرآن شفاء، شفاء لمرضى القلب وشفاء لمرضى البدن كذلك. فالقرآن أول شيء، الأمر الثاني ترك الذنوب، الأمر الثالث عدم التعلق بالدنيا والزهد بها، الأمر الرابع الرفقة الصالحة، والأمر الخامس ومن أهم الأمور طلب العلم. والله إن العلم يعني يمنع الإنسان من الوقوع في هذه الأمراض والعياذ بالله. العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا حين جهلوا، ألا إن شفاء العي السؤال. فسماه شفاء، والسؤال هو طلب العلم. فالقصد أن الإنسان يطلب العلم، فإذا طلب العلم استغنى عن المعاصي بما هو فيه من العلم. وإذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. وهذه السعادة، سعادة القلب، إنما تكون بالعلم، العلم الصحيح الذي يتعلمه الإنسان وينشأ عليه، ثم بعد ذلك يلقى ربه به.